إذن مساء الخير على الجميع. إذن استمرارا في تدريس مادة علوم الحياة والأرض عن بعد لفائدة ثانية بكالوريا علوم فيزيائية بثانوية الشيخ محمد الغضب في طنطا. إذن نحن دائما في الوحدة خاصة بالظواهر الجيولوجية المصاحبة لنشوء السلاسل الجبلية وعلاقتها بتكتونية الصفائح الفصل الثالث دائما، والتحول وعلاقته بديناميات الصفائح. إذن كما قلنا هناك صخور متحولة في السلاسل الجبلية الحديثة، إذن نحاول أن نفهم ما هي علاقتها، هذا التحول ما هو علاقته بديناميات الصفائح أو حركة الصفائح. نعم، إذا وصلنا إلى الفقرة الثانية، المميزات العيدانية يعني المعادن المشكلة والبنيوية بنية الصخور المتحولة بمناطق التمر. لذلك يجب القيام بدراسة ميدانية، العلماء قاموا بدراسة ميدانية لكي يفهموا المميزات العيدانية والبنيوية للصخور المتحولة وعلاقتها بديناميات الصفائح في مناطق التمر. إذا الميدان الذي تم دراسته هي أو هو عفوا جبال الألب، هنا جبال الألب هي جبال تنتمي إلى سلسلة جبال الاصطدام بين إيطاليا وفرنسا. هذه بطبيعة الحال عبارة عن خريطة جيولوجية مبسطة للصخور المتحولة بسلسلة جبال الألب الفرنسية الإيطالية. تلاحظون هنا، إذا تلاحظون هنا وجود صخرة الشيست ثم صخرة الشيست الأخضر، إذا هنا صخرة الشيست الأخضر ثم الشيست الأزرق، وأخيرا هناك صخرة أخرى صخرة الإيكلوجيت. هذه الصخور هي صخور متحولة، إذا من المفروض أن تكون تحولت من صخور سابقة الوجود. إذا يا ترى من هي هذه الصخور التي تحولت لتعطينا هذه الصخور الثلاث، كل من الشيست الأخضر والشيست الأزرق والإيكلوجيت؟ إذا لنكتشف هذه الصخرة، لذلك نحتاج إلى معرفة المميزات العيدانية والبنيوية للصخور المتحولة بمناطق التمر. نكتشف الصخرة التي تحولت، إذا هذه الصخرة عينة من الصخور التي تحولت لتعطينا الشيست الأخضر والشيست الأزرق والإيكولوجيت. هذه الصخرة اسمها بطبيعة الحال هي صخرة الجابرو. الجابرو إذا هي صخرة صهارية، يعني نشأت عن الصهار. إذا هذه الصخرة إذا رأينا جيدا نلاحظ بأنها تتشكل من عدة معادن مثل بيروكسين، معدن البيروكسين، ثم معدن آخر هنا معدن الفيلدسبات بلاجيوكلاس، فيلدسبات بلاجيوكلاس. لكي نفهم جيدا المكونات أو المميزات العيدانية لهذه الصخور المتحولة، يجب أن ندرس الصفائح الدقيقة لكل صخرة على حدة، ونبدأ بالصخرة الأولى هي صخرة الجابر. إذا تلاحظون هنا هذه عبارة عن صفيحة دقيقة مجهرية لصخرة الجابر. إذا دائما هنا معدن البيروكسين الذي هو باللون الرمادي، ثم معدن آخر معدن البلاجيوكلاز باللون الأبيض. نعم، إذا رسم تخطيطي لصفيحة دقيقة للجابرو لاحظناها بالمجهر المستقطب. يظهر هذا الرسم التخطيطي بأن صفيحة الجابرو تتكون من البيروكسين البلاجيوكلاز، عفوا بلاجيوكلاز، هنا البلاجيوكلاز وهذا المعدن فيه هذا الجزء
الأسود والجزء الأبيض بلاجيوكلاز، ثم البيروكسين إذا هنا هذا المعدن، معدن البيروكسين كما تلاحظون هنا، معدن البيروكسين موجود هنا، ثم هنا كذلك معدن البيروكسين، هنا معدن البيروكسين هنا، ثم المعدن الآخر عفوا معدنين فقط لهذه الصفيحة الدقيقة، وهذه الصخرة الجابرو تحتوي على معدنين فقط. ثم نمر الآن إلى صفيحة دقيقة للشيست الأخضر لكي نرى ما الذي تغير في الجابرو عندما تحول إلى الشيست الأخضر، طبيعة الحال التغير العيداني. إذا تظهر هذه الصفيحة الدقيقة للشيست الأخضر ملاحظة بمجال المستقطب تظهر وجود عدة معادن نذكر منها البلاجيوكلاز دائما، لاحظوا أن البلاجيوكلاز كان موجودا عند جيد عند الجابرو، ثم البيروكسين نفس الشيء، هذا المعدن موجود في صخرة الجابرو، ثم الكلوريد جيد، إذا هذا معدن لم يكن موجودا في صخرة الجابرو إذا ظهر، إذا تالي هذا كذلك يعتبر كدليل على أن هناك تحول، إذا بدأ التحول، إذا بدأ تحول أو تحولت صخرة الجابرو إلى الشيست الأخضر، وبالتالي إذا تم ظهور معدن جديد، ظهر معدن جديد هو معدن الكلوريت. ثم الآن نصل إلى صفيحة دقيقة للشيست الأزرق ملاحظة بالمجهر المستقطب، هي كذلك تتكون من عدة معادن، بلاجيكولاز دائما موجود، ثم البيروكسين، إذن كما قلت البلاجيوكلاز هنا، ثم ظهور معدن آخر هو، نعم جيد، هو الجلوكوفان، معدن الجلوكوفان. ثم نذهب إلى الصفيحة الأخرى لنرى التغيرات دائما العيدانية التي تطرأ على هذه الصخور أثناء تحولها من أثناء جيد أثناء تحولها من الجابرو. ثم آخر صفيحة دقيقة هي الصفيحة الدقيقة للإكلوجيد، تتكون من ماذا؟ تتكون من عدة معادن هي بدورها، بيروكسين، لاحظوا البيروكسين موجود في هذه الصخور الأربع، ثم معدن آخر معدن بيجادي هنا جيد، معدن جديد ظهر في هذه الصخرة. بعد ذلك نلاحظ معدن وجود معدن المرو جيد، هو كذلك معدن جديد لم يكن موجود في الصخور السابقة. وأخيرا وليس أخيرا يعني قبل الأخير، إذا هناك معدن الإيبيدوت، إيبيدوت معدن كذلك لم يكن موجودا سابقا وظهر في صخرة الإيكلوجين. وأخيرا الجلوكوفان جيد، الجلوكوفان كان موجود عند الشيست الأزرق. إذا السؤال المطروح هنا، إذا يجب أن نصف هذه التغيرات التي طرأت على هذه الصخور عند الانتقالها من الجابرو إلى الإيكولوجيد ومرورا بالشيست الأخضر والشيست الأزرق. نعم جيد، الإجابة ستكون جيد عند المرور من الجابرو إلى الإيكولوجيد نسجل تغير في التركيب العيداني جيد، إذا اختفاء معادن وظهور معادن أخرى. ومن هنا يمكننا أن نستنتج أصل هذه الصخور المتحولة، هذه الصخور المتحولة الشيست الأخضر الشيست الأزرق والإيكولوجيد.
ويعطيني معلومة إضافية أن الجابرو والشيست الأزرق والشيست الأخضر والإيكلوجيت لهم نفس التركيب الكيميائي، بالتالي استنتاج بسيط جدا سيكون جيد، هو أن الجابرو هو الذي تحول في حالته الصلبة تحت مجموعة من الظروف أو مجموعة من العوامل ليعطينا الشيست الأخضر والشيست الأزرق والإيكلوجي. جيد، إذا بالتالي يمكن كتابة هذا التحول على شكل متتالية تحولية لكنها خاصة بالتمر. جيد، يجب الانتباه هنا أن سلاسل الألب هي سلاسل اصطدام لكن مسبوقة بتمر قديم، مسبوقة بتمر قديم، وهذه الصخور تشكلت أثناء ظاهرة التمر التي سبقت ظاهرة الاصطدام في سلاسل جبلية الألبية. إذا نبدأ بماذا؟ جيد، الجابرو والصخرة الأصلية تعطينا هذه الصخرة صخرة أخرى الشيست الأخضر ثم الشيست الأزرق وأخيرا نحصل على الإكلوجيت. إذا هذه متتالية تحولية بمناطق التمر، إذا نركز عليه جيدا و يعني تذكروا هذه السلسلة، هذه المتتالية عفوا للتحول لمناطق التمر. جيد، إذا الآن السؤال المطروح، ما هي العوامل التي تؤدي إلى تحول الصخور في حالتها الصلبة؟ ما هي العوامل التي تؤدي إلى تحول الصخور في حالتها الصلبة؟ أو بتعبير ثاني، ما هي العوامل المسؤولة عن ظاهرة التحول؟ لذلك إذا ثانيا كبيرة عوامل التحول، ويجب الكشف عن هذه العوامل المسؤولة عن التحول. إذا بطبيعة الحال العلماء اكتشفوا بعد الدراسة التي قاموا بها أن العامل، هناك عاملين، هو عامل الضغط وعامل الحرارة. نبدأ بعامل الضغط. إذا التجربة التي أمامكم نتوضح كيف توصل العالم دوبري إلى استنتاج مفاده أن عامل الضغط يؤدي إلى تحول الصخور. إذا ماذا فعل دوبري؟ إذا أخذ بطبيعة الحال أخذ هذه الأسطوانة، من هذه الأسطوانة التي لديها ثقب هنا وثقب هنا، ثقب مستطيل، وملأ هذه الأسطوانة بالطين، الطين في حالته الفتاتية، ثم أضاف إليها إلى هذه صخرة، صخرة الطين في الحالة الفتاتية أو الحتاتية يعني غير صلبة مفككة، أضاف إليها قطع رقيقة من الميكا أو صفائح رقيقة من الميكا، ثم ماذا فعل؟ إذا طبق قوة الضغط بواسطة مكبس. بعد ذلك حصل على النتيجة المبينة هنا. إذا أسطوانة، إذا طين به صفائح الميكا بطبيعة الحال ثقب مستطيل. إذا هذه رسم تخطيط لتجربة دوبري. إذا هذه هي النتيجة المحصل عليها بعد بطبيعة الحال تطبيق هذه القوة، قوة الضغط، ضغط بالمكبس بواسطة اليد. إذا السؤال المطروح هو صف نتيجة التجربة واستنتج العامل. جيد، إذا الوصف واضح، إذا هناك تغير في البنية، أن الطين تحول من البنية الأولى التي لديه إلى بنية مورق أصبح على شكل وريقات، وهذه الوريقات تتخذ فيها صفائح الميكا
اتجاها متعامدا مع اتجاه الضغط. جيد. استنتاج إذن عامل تحول أو تغير البنية هو الضغط. الآن نمر إلى عامل ثاني، عامل درجة الحرارة. إذن أخضع للكشف عن هذه العام عن هذا العامل، إذن أخضع الباحث وينكلر ومساعده صخورا طينية لضغط ثابت. إذن الضغط هنا ثابت يعني غير متغير، 2 كيلو بار، مع الرفع التدريجي لدرجة الحرارة. ويمثل الجدول الآتي النتائج التي حصل عليها هذا العالم وينكلر. إذا ماذا فعل وينكلر؟ الظروف التجريبية، إذا كان يرفع في درجة الحرارة. إذا في الأول كانت درجة الحرارة التي أخضعت لها صخور طينية أقل أو أصغر من 570 درجة سلسيوس، بالتالي نحن دائما في معادن طينية، إذا صخرة الطين بها معادن طينية. لكن عندما رفع درجة الحرارة حيث تراوحت بين 570 و700 درجة سلسيوس، لاحظ ماذا؟ جيد، ظهور معدنين، معدن البيوتيت ومعدن الأندلسيت، ومعدن الأندلسيت، واختفاء، إذا اختفت معادن الطينية. عندما رفع مجددا درجة الحرارة إلى 700 درجة سلسيوس، إذا بقي البيوتيت لم يختفي، ولكن الأندلسيت اختفى وعوض أو ظهر مكانه معدن ثاني آخر يسمى بالسيليمانيت. واضح؟ إذا الأسئلة كالعادة هي أن نصف نتيجة هذه التجربة ونستنتج العامل المسؤول عن التحول. إذا واضح جيد، تغير في التركيب العيداني، إذا اختفاء معادن وظهور أخرى. استنتاج، إذا العامل عامل التحول جيد هو درجة الحرارة. إذا باختصار، ما هي العوامل التي تتدخل في ظاهرة التحول أو في تشكل الصخور المتحولة؟ جيد، عامل الضغط وعامل درجة الحرارة. إذا عاملين، العامل الأول الضغط والعامل الثاني درجة الحرارة. إذا الآن سنرى ثانيا صغيرا ظروف التحول في الطبيعة. إذا في الطبيعة، ما هي الظروف المتوفرة في الطبيعة لكي تتحول أو لكي تنشأ هذه الصخور المتحولة؟ إذا كما تلاحظون هذه الوثيقة تبين ماذا؟ تبين تغير الضغط بالجيجا باسكال بدلالة ماذا؟ جيد، العمق، لنقصد العمق هنا، العمق في باطن الأرض. إذا تلاحظون بأن الضغط كيف يتغير؟ جيد، كلما ازداد العمق يزداد الضغط. جيد، بكل بساطة، إذن تغير الضغط بدلالة العمق. إذا صفة تغير الضغط بدلالة العمق، جيد، قلناها، كلما ازداد العمق يزداد الضغط، أو يزداد الضغط مع زيادة العمق. الآن درجة الحرارة، إذن كيف تتغير درجة الحرارة؟ هي كذلك بدلالة العمق. إذا تغير درجة الحرارة حسب العمق، إذا هنا تتغير درجة الحرارة بدلالة العمق. وكذلك إذا عندما تحدث عن العمق، إذا دائما يصحبه ارتفاع في الضغط، دائما العمق مرتبط بالضغط. إذا تلاحظون أن أخذنا تغير درجة الحرارة
بداية العمق في منطقتين، مناطق التمر ومناطق الاصطدام، لأن مناطق التمر ومناطق الاصطدام، وبينهما تغير درجة الحرارة بداية العمق بمعدل الدرجة السعيرية يعني كمرجع. إذا هنا تلاحظون في مناطق التمر جيد أن درجة الحرارة تزداد كلما ازداد العمق، واضح؟ في مناطق التمر درجة الحرارة تزداد كلما ازداد العمق، وكذلك نشهد ارتفاع كبير جدا في ماذا؟ جيد، في الضغط، حيث الضغط يصل إلى قيم كبيرة هنا في مناطق التمر، وهذا منطقي. لماذا؟ جيد، لأن هناك ظاهرة التمر اللي هي انغراز صفيحة محيطية تحت صفيحة قارية، أو صفيحة محيطية تحت صفيحة محيطية أخرى، مما يفسر زيادة الضغط مع العمق. لكن بالنسبة إذن هنا الذي يزداد بشكل كبير في مناطق التمر هو الضغط، كذلك درجة الحرارة تزداد، لكن الضغط زيادة الضغط يكون بشكل مهم. إذن هذا التغير لدرجة الحرارة بدلالة العمق في مناطق التمر تسمى الدرجة السعيرية بمناطق التمر، ثم تغير درجة الحرارة في مناطق الاصطدام بدلالة العمق تسمى الدرجة السعيرية. إذا كيف تتغير درجة الحرارة في مناطق الاصطدام؟ نعم جيد، إذا هناك زيادة كبيرة أو ارتفاع كبير في درجة الحرارة في مناطق التمر مع زيادة العمق، كذلك هناك ارتفاع في الضغط، هناك ارتفاع كذلك في الضغط. إذن شكرا لكم، لنكمل في الحصة المقبلة. إذن شكرا لكم، إذن بالتوفيق للجميع.